تحتفل بالكلية الجامعية بتخريج وتكريم دفعة جديدة من طلاب وطالبات الامتياز. لا يسعني إلا أن أشكر كل من الطاقم الأكاديمي والإداري الذي جهد كل ما ببذله أن يسعى وصولا إلى الارتقاء والتميز. نشكر كل من قسمي الذي أختص به هو قسم الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وعلى رأسهم رئيس قسم تكنولوجيا الإعلام والاتصال وهو الدكتور وائل عبد العال. وأشكر الطاقم الأكاديمي على هذا اليوم الأغر الذي أدخلوا فيه البهجة والسرور على قلوبنا، ونسأل الله أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يكون له طريق وأن يكون له مستقبل لنا ولهم بالتحرير بإذن الله، لأنه لا طريق لنا إلا بالعلم والنجاح. مبسوطة كتير يعني، وهذه الفرحة بتتمناها كل بنت إنه هي يعني تجيب هذا المعدل، وإنه أهلها يفرحوا فيها وتكون فخر إلهم وتحقق لكل ما بتمنوا. حلو كتير إنك تكون إنسان مميز وعندك اللي هو حد يحتفل بيك ويبين إنك أنت إنسان مهم وإنك أنت موجود. طبعاً الكلية هي همها الوحيد إنها تهتم بطلابها وتبين لهم إن إحنا أنتم موجودين دائماً وإحنا عيننا عليكم ودائماً تكافئهم. بهدي نجاحي في هذا اليوم لأهلي ولدكاترتنا ورئيس القسم دكتور حمزة ولروح الدكتور إبراهيم شمية ولصحباتي اللي كانوا موجودين معايا دائما، وشكرا كثير لكم.